احنا انديه بورت سبورتنج كلوبس موجودين في السوق المصري يمكن من 3 سنين. تواجدنا في اكتر من مشروع داخل مشاريع عامر جروب. لما كنا ابتدينا في بورسعيد في داخل مشروع هناك بورسعيد، بعديها تواجدنا في المنيا، بعديها تواجدنا هنا في الساحل الشمالي او مدينه العالمين الجديده داخل المشروعين بتوعنا اللي هم مشروع بورتو جولف مارينا وبورتو مارينا، موجودين هنا بقالنا سنتين، اشتغلنا السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي. فيعني احنا هدفنا ان احنا يكون لينا تاثير في الرياضه المصريه وتاثير في انتشار الرياضه وتاثير في الحياه الرياضيه للمواطن المصري، اللايف ستايل، هيلثي لايف ستايل. ونامل ان احنا نكون ماشيين على التراك الصح بتاعنا. النهارده باختصار كده اليوم اللي احنا موجودين فيه النهارده كبورتو جولف وبورتو جولف وبورتو مارينا موجودين بكذا اكتر من حدث رياضي. الحدث الاولاني هو تواجد الاتحاد المصري للجولف عن طريق المدير الفني للمنتخبات المصريه ريتشارد مايكل مور والمدير التنفيذي للاتحاد في حاجه احنا شايفينها اللي هي اسمها المعسكر المفتوح او اوبن كامب، اللي كل الناس الموجودين في منطقه العالمين الجديده يقدر يمارس الرياضه لو كان بيلعبها، ويقدر يجي هنا عندنا في بورتو جولف يتعلم الرياضه لو ما كانش بيلعبها. وده من ضمن اهدافنا لانتشار الرياضات اللي هي مش واخده حقها في الرياضه عن المصريه. الحدث الثاني المهم اللي عندنا النهارده او الويك اند دوت هو بطوله الوميناي اللي بتتلعب للموسم الرابع على التوالي في بورتو جولف، وبطوله جيرلز فوتبول بتتلعب للبنات عن طريق شركه ايمز او اكاديمي ايمز اللي هي من اكبر الاكاديميز في مصر في الحته ديت، ودوت على هامش افتتاح بورتو عالمين او المشروع بتاعنا الجديد بورتو عالمين داخل بورتو جولف. الايفنت الثالث او حدث الرياضي الثالث هو حاجه مسمينها كايتس فيستيفال. طالعين النهارده كايتس فيستيفال من كل اللوكيشنز بتاعتنا جوه الجروب، ده احتفالا بمرور 3 سنوات في بورتو سبورتنج كلابس في السوق المصري. I absolutely love being in Egypt. It's been an absolute privilege to be here and to work with the youth and to train them and to really develop golf. So I really love being here and it's been a fantastic experience to be in Egypt.